Herzlich willkommen allerseits. بما إن جالي في الرسائل كذا سؤال عن الحالات الأعرابية وإنه في ناس مش فاهماهم ومش عارفة تفرق ما بينهم وكده، فقررت إن أنا أعمل فيديو أشرح الفروقات ما بينهم بإذن الله. الحالات الأعرابية دي اللي هي زي ما بنقول عليها بالألماني دي فيا فلا، أو اللي هم النوميناتيف، أكوزاتيف، داتيف، جينيتيف. طيب الفيديو ده مش للمبتدئين أبدا، الفيديو ده بالأساس على الأقل يعني لمستوى A2. طيب نبتدي على طول. أول حاجة عندي في أول فيديو هناخد النوميناتيف. النوميناتيف من الحالات الإعرابية السهلة جدا، لأنه هي ببساطة الحالة الإعرابية اللي خاصة بالفاعل في الجملة. طيب يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي أنا عندي في النوميناتيف، إحنا اتفقنا إنه كل اسم في الألماني، كل نومن في الألماني بيبقى ليه أرتيكل. فأنا عندي der, das, die, die Plural. تمام؟ دول الأربعة أرتيكل اللي عندي في الألماني. حالة النوميناتيف دي الأرتيكل ده بيفضل زي ما هو، الدير بتفضل دير والداس بتفضل داس. طيب حالة النوميناتيف بتيجي مع أنهي كلمة في الجملة؟ بتيجي مع الكلمة اللي بتبقى في الجملة فاعل. طيب فأنا دلوقتي لما أقول مثلا هنا der Mann kauft ein، ف der Mann هو اللي بيشتري، تمام؟ فكده ده بقى الفاعل، وبالتالي der Mann هتفضل der Mann. طيب تاني حاجة، das Mädchen spielt، فأنا بسأل wer spielt، مين اللي بيلعب؟ das Mädchen، تمام؟ فبالتالي فاعل هيفضل زي ما هو. هنا بسأل بواس، يعني بسأل مع الاسم بwer، بسأل مع الشيء بواس. was ist teuer، die couch ist teuer، تمام؟ طيب wer schläft، die Kinder schlafen. كل ده أنا هنا كل الكلمات دي وضعها ايه في الجمله؟ وضعها فاعل، عملت يعني عملت فيها حاجه، ما عملتش اي حاجه، سبت الكلمه زي ما هي. تمام؟ انا ليه هنا كتبت verb sein؟ هنجيله في فولي بعد كده، لانه ساعات بتيجي كلمتين في الجمله، لو في verb sein بتبقى الكلمتين في حاله النوميناتيف، هوريها لكم في فولي بعد كده. بس مبدئيا ده اول حاجه، انه عندي في البشتمته ارتكل، بشتمته ارتكل ده يعني اللي هو der, das, die plural، كل حاجه بتفضل زي ما هي. وامتى بستخدم نوميناتيف؟ مع السوبجكت، لما تكون الكلمه فاعل. طيب نيجي هنا نفس الحكايه برضو، انا لسه بتكلم عن الفاعل، لكن عندي دلوقتي بدل البشتمته ارتكل الان بشتمته ارتكل. الان بشتمته ارتكل ده اللي هو حاله النكره، زي ما اقول بالانجليزي ا او ان، تمام؟ هي بالالماني اين او اينه. وبعدين عندي هنا مع النيجاتيون، النيجاتيون يعني النفي، تمام؟ فايه اللي بيحصل؟ الدير والداس بيبقوا زي بعض، بيبقى اين اين كاين كاين، تمام؟ الدي والدي بلورال بيبقوا زي بعض، أين، لكن الدي بلورال طبعا بالمنطق ما بتاخدش أين، بما ان هي جمع يعني ما بتاخدش شيء واحد، ما بتاخدش أ، فبالتالي ما بنقولش اي حاجه خالص، هوريكوا ده. لكن الاثنين بياخدوا زي بعض كاين، وبعد كده لما نيجي لضمائر الملكيه هيبقوا زي بعض برضو، هياخدوا ماين داينا وهكذا، تمام؟ طيب ايه اللي انا بعمله دلوقتي؟ انا برضو عندي الكلمه هي لسه فعل الجمله، بقول مثلا ein Mann spricht mit Anna، في راجل ما بيتكلم مع أنا. اوكي da steht ein Mädchen، في بنت هناك واقفه. اوكي das ist eine schöne couch، دي كنبه شكلها حلو. اوكي هنا في اللي فاتت عشان بس الفرق، ما كنتش بقول كنبه نكره، لكن بقول الكنبه غاليه، تمام؟ ده الفرق ما بين البشتمت والان بشتمت ارتكل. طيب هنا بقى دلوقتي لو انا عندي البلورال و يعني بعوض، يعني عندي الكلمه البلورال فهعوض عن الاينه دي بلا شيء، فهقول dort spielen Kinder. طيب لكن لو انا عايزه فيها هقول مثلا hier spielen keine Kinder او كده، هحط الكاينه عادي جدا. طيب نيجي لضمائر الملكيه او البوسيسيف برونومن. طيب البوسيسيف برونومن ده اصلا درس لوحده، يعني أنا بحفظ في درس لوحده تماماً إنه إيش بتاخد ماين، دو بتاخد داين، إيه بتاخد زاين، يعني هز بالإنجليزي. إس ملهاش مثيل في اللغات التانية، لكن بتبقى تعويض عن الكلمات اللي بتاخد داس. يعني أنا بيبقى عندي، طيب خليني أكمل الأول بعد كده هشرح الإس في السياق بتاعها. بعدين عندي زي بتاخد إيه اللي هي هير،
wir, unser, our, ihr, antum, euer, أو eure, وهشرح الفرق ما بين الاثنين. Sie, اللي هي هم, they, أو sie, اللي هي groß, اللي هي معناها حضرتك أو كده, أو اللي هي بتعبر عن إن في مسافة ما بيني وما بين الشخص, إن إحنا مش صحاب يعني. فدي هتاخد ihr وبتاخد ihr groß. طيب أرجع هنا بقى للأس. الأس دي بتبقى تعويض عن الكلمات اللي بتاخد das, تمام؟ بمعنى لو أنا عندي مثلا عندي das Heft, فهعوض عنه عنها أو يعني هعوض عن كلمة الهفت دي الكراسة, يبقى عنها هعوض عنها بأس. طيب الكلمات اللي بتاخد der, زي مثلا der Stuhl, بعوض عنها بإيه. الكلمات اللي بتاخد زي, أنا كل ده بتكلم في إيه؟ بتكلم في جمادات, تمام؟ الكلمات اللي بتاخد زي اللي هي مثلا زي دي كاوتش, هعوض عنها بزي. طيب فبالتالي مثلا كلمة زي das Haus, فبعوض عنه بأس, فهقول إيه؟ هقول sein Fenster, تمام؟ شباك البيت يبقى sein Fenster, عشان das Haus, فdas يعني S, S بتاخد sein. إنما der Stuhl, تمام؟ فهقول sein Bein برضو. إنما مثلا die Couch, فهقول ihre Farbe. أوكي؟ طيب تمام, نيجي بقى هنا للأندونج, للنهايات. زي ما انتوا شايفين مفيش برضو أي فرق هنا, الدي والدس زي بعض بيفضلوا زي ما هم, الدي والدي بلوغل بياخدوا إيه, تمام؟ طيب فدلوقتي مثلا هنا بقى عايزة أشرح حتة بتاعت verb sein دي. أنا عندي هنا إيه, das ist ein Subjekt, ده الفاعل اللي هو هو. ist mein Mann, الكلمتين دول حالة نوميناتيف, تمام؟ هي فاعل الجملة وبالتالي فهي في حالة نوميناتيف, ومين مان هتبقى برضو في حالة النوميناتيف, لأنه طالما عندي verb sein فالكلمتين اللي جايين مع verb sein هيبقوا في النوميناتيف, تمام؟ أوكي, هنا بقى عندي في das steht euer Kind. طالما عندي الكلمة بتاخد das, فهاخد الاوبشن اللي هو بتاع euer مش eure. اوكي, طيب دلوقتي unsere couch, عشان دي couch فهحط الاي, unsere couch ist bequem, eure couch ist bequem. هنا لو الكلمة بتاخد دي هاخد الاوبشن بتاع eure. انا كل ده بحدد هي mein ولا meine على اساس الكلمة اللي بعد, تمام؟ يعني da steht euer Kind, فdas Kind, اوكي, يعني هاخد المين او الداين او الزين او كده, تمام؟ ist mein Mann, der Mann, خلاص يبقى عرفت ان انا برضو هاخد الاوبشن اللي هو مفهوش ايه. وصلنا لحد فين؟ دلوقتي البلوغال. طيب انا هنا برضو عايزة اشرح كده كده في البلوغال هنقول meine, deine, ihre, eure وهكذا, بس انا هنا علشان في ناس بتتلخبط, يعني دي حاجة ليها علاقة اكتر بالبوسيسيف بونومن اكتر منها بالنوميناتيف, عشان في ناس بتتلخبط ما بين الايه والايه والايه. طيب لما اقول مثلا ihre Kinder sind sehr höflich, Frau Müller, تمام, فانا هنا بتكلم على انهي ايه؟ انا بتكلم مع Frau Müller, يعني واحدة ست كبيرة ما اعرفهاش مثلا او كده, او واحدة زميلتي في الشغل, فهتبقى دي معناها زي الكبيرة. ihre Kinder دي يعني تعويضا عن زي الكبيرة. انما لما بقول das ist Amina, ihre Kinder sind höflich, دي أمينة عيالها محترمين او عيالها مؤدبين, فانا بتكلم على ايه؟ بتكلم على زي اللي هي دي, تمام؟ هم كلهم ايه, بس انا بفرق ما بينهم بالسياق, وكده كده كلهم ايه عشان الكلمة هي هي, دي كندا بلوغال, دي كندا بلوغال. طيب das sind Herr und Frau Peters, دول Herr und Frau Peters, فدول اكيد هم يعني اللي هي هم. اوكي, ihre Kinder sind höflich, ولادهم, فهتبقى هنا زي دي البلورال اللي بعوض عنها بإيه الصغيرة, لكن انا كتبتها طبعا كبيرة في كلهم لان هي في اول الجملة, تمام؟ اوكي, فده كده باختصار النوميناتيف, مفهوش حاجة اكتر من كده, مفهوش حاجة اكتر من انه ممكن نرجع, لا مش لدي بالضبط, مفهوش حاجة اكتر من انه حالة الفاعل في الجملة, تمام؟ وبفتكر بس انه مع حالة الفاعل في الجملة اول لما اشوف verb sein
يبقى الكلمة الفاعل أو لو في كلمة تانية معاها زي البايشبل بتاع er ist مثلا mein Mann, sie ist meine Frau, يبقى على طول الكلمتين هيبقوا في حالة النوميناتيف. طيب حالة النوميناتيف الارتيكل فيها ما بيتغيرش، ده البشتمت ارتيكل، ده دي داس تفضل زي ما هي. الانبشتمت ارتيكل والنيجاتيون بيبقى كلهم نفس الفكرة، انه ده وداس بيبقوا زي بعض، ما بيتحط لهمش ايه، ein, kein, mein, dein. الدي والدي بلورال بيتحط لهم ايه، ما عدا الدي بلورال طبعا لو انا يعني ما بتاخدش عينه، تمام، انها بتاخد عادي كاينه ماينه داينه وهكذا. خلاص ده حاله النوميناتيف، هي سهله جدا يعني من اسهلهم، فاتمنى يكون كل شيء واضح. في الفيديو الجاي باذن الله هنشرح حاله الاكوزاتيف كلها على بعضها سواء مع الافعال او مع البريبوزيسيون. فيلن دانك، اند بس zum nächsten فيديو.